سي محمد راك واخد مرا ديال النقره من نهار جيت هنا ما عمري شتك خرجتها تاني بوحده ولا فوجتي بها. انت قول لي مالك على هذه المذكره مالك؟ انت تشوف اخويا والله انت تشوف. باز لله ياك مشي للفنيدق. ايه فنيدق في الشتاء غادي تقدر البنوات. انت دابا هذا بنادم يخرج معاه بنادم شتي هذا الحاجه الوحيده اللي تقدر تخرجي معاه ليها هو العيب. انت اش من فنيدق اش من فنيدق؟ دار خو بعيده بحال 15 ولا 20 كيلومتر على فنيدق. عطلعني فوق واحد الكليه عاوده وراه الفنيدق فيناو راه الفنيدق يا انت فيناو راه ما يبانش لك ولكن راه دي يا الطريق ديالو. يا ديالي يعرفش مسيكين والله. هروي هروي يعرفش دار خو بيتنا فيها يومين كلاني فيها حبة الخوت ومن ما كان لي انا ايه انت هو شيط علي فمو تياكلك البرغوت دعم ياكل مخوت. هي ما كانتش في الفيلاج لا في طريق الباشاويه اللي عندهم هما داروا زعلوا في طريق الباشاويه هو اللي مقهر ربوش ديال الدواري تزعل جيت انا ندفع مول البحريه جيت وفيت لي واحد الدفعه واحد مولاتي الدفعه جاب جوج دورات هك على الحديده وتسبق من الزعلوله طار ما يطيحها في واحد الكاميو ديال المنون ديز من الطريق موقف بيه تلفي الحمد ايوا ويوا فينا ودابا راه مستقر في الحمد جوج ولد ولف ولف تبارك الله قلنا فاطمة كانت عندي 11 عام ما عليناش ما عليناش كنا مخيمين في بيل الويدان ضربت راه عداها جات الحملة والناس تجارة اللهم صل عليك رسول الله اللهم صل عليك رسول الله وبان لي كبر جار جار والواد هو في جي وطاقيتو في جي الواد سا كل شي بهي مواعن قياطة تحت انا واحد البقرة قد قد بقينا مكركبين للتلبي المعاشو البقرة هودت وانا كملت لجمور ايوا ايوا وشديت الكار وقفت عندهم البيل الويدان جا ناشف عطا قيتو لي كملت البحر المهم مشيتي بابور لجمور اللي دوجناها دوجناها انا ماشي واحد النهار كنت غادي نحرق مع الدراري دخل عليك بالله اي ركبنا في البابور من الجرف الصفر وتدرقنا وسط البرامل نقول لك نهار نقول لك ثلاث ايام الباطور بقى غادي 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 حتى وشغوقه بالليل وحنا نقصوا ولبدنا حدا واحد القرياش تعانقنا وفرحنا لهنا الحمص اللي في جيوبنا لبسنا حوايج نقيين ملي طلع النهار جبرنا راسنا في المرسى ديال الكوليطرا جاتي لي بنت الزاهية بنت الزاهية ديك اللي تعاد اللي تعاد الله يستر الله يستر تعاد شي كاع ولاد الدوار كاملين معلماهم من كتفهم كاع اللي تبالك ناقصه هبره عرفوا راه معضاه بنت الزاهيه هي مسكينه بعد كتجي هذيك الحاله كتعض وتعرس ولا ما داروش لا السوارت ما فايقش نهار عدت زويدي وليت قريط زويدي صاحبك وليت قريط ابو يدور 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 ياش شد عفشنا انا طرد يديها هك هذا يدور ويدور بي كيما كيما هك الدور ما نفعوها ركبها حتى عليها وداها تلعب جداربيه وداروا لها السوارت داروا لها المينوط تتعدك حتى ودير لها السوارت راهي عندك ولاد عمي ولاد عمي داروا لي الكوزه فيها تاي وي 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 واش قال لي راسي دخلت البوس ديال الجدارميه السلام عليكم واحد الجبانيه ديال الريب اي 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 ولا كان سرباو لي الحرش هنيته ودا التيباري فما جرسن ايه المره الاولى اللي داروا السليمه داروها في كيره ديال كيشطو تعقل هذيك تما اللي داروها أو داروا ذاك الفيلم ديال كينكو وشاهد عيب الله في النهار شدوا البلايص طاح الليل خدموا الفيلم عبال ليهم ذاك القرض شوف لك الربوش كل شي كاريط كاين اللي يخسر ليه بنادم هاك الليل وبركي تشايروا عليه بالحجر تتقبوا لي زهر لا قلت لها من الاخر داروا لي في الحيط ديال لوزين حنا مشينا واحد النهار للسليمه في جديده باش نشوفوا واحد الفيلم ديال دقو الشباسي ياك ما خلاونيش ندخل ياك وراه كانوا مانعين جلالب ضاربين الطريق وشاريين بولو تي راه عطف الضو طفيتي انا رقدت رقدت انا مشيت فيها طيباري رجعت كراكدة على الموتور ساق بليد وكاليك بليد الاخرى ترى حنين والله حنين اخويا حنين ياك منو